يا كل لحظة وحضراتكم بخير. معاكم حبيبكم أخوكم سمير عبد الغني، معلم التجويد ومدرب المقامات الصوتية. النهاردة عايزين هنقول مقام نفس الأنشودة اللي هي تركت باب الرجاء، ولكن في مقام ليس سكة ولكنه مقام النهاوند. نهاوند مقام خصب جدا، ويعني بتجيبه يمين شمال ما بيقولكش لأ، ما بيقولكش لأ. تمام. ومقامات الفرعية منه كتيرة كتيرة قوي. في مقام نهاوند نسايم، وفي نهاوند كردي، ونهاوند عشاق مصر، ونهاوند حجازي، ومقام النكريز، ومقام النوى أثر. تمام. يعني كتير قوي 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 قوي. وفي من راس النهاوند بس ملهاش طبعا اسم عند أهل الموسيقى. طيب احنا نفس الابتهال ده قلناه بالمرة السابقة بالسيكا، ولكننا نقول ايه؟ نهاوند. تمام. تركت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائب، يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك، وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائب. فبحر جودك يروي كل من يريد. هذا مرة ثانية. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائب، يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا
عن أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إلي يده فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد أتمنى أن أكون أدعو الله أن أكون قد وفقت ولو في توصيل معلومة واحدة. هذا مقام يعني كان مقام النهاوند استعرضناه بكافة الطرق. عليك يا أخي الحبيب كما أقول لك وأقول لطلابي التقاط النغمة نهاوند. التقاط النغمة لا أحد يضحك عليك ويقول لك مقام النهاوند نغمته كذا أو السيكي نغمته كذا. كل أولئك يكذبون أشرون. فالشخص الوحيد الذي يقول لك أن مفتاح هذا المقام كذا ومفتاح هذا المقام كذا هو أنت. إيه وربي استماع الكثير إلى مقاطع المقامات والتضارب الكثير بإذن الله سيكون الموضوع يسير يسير عسير يسير يسير يسير. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. كان معكم سمير محمد عبد الغني من جمهورية مصر العربية.